أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دار الطبيب الموسم الخامس على قناة الصحة والجمال. في بداية الحلقة حابب أبلغكم بالتهاني والتبريكات مني ومن أسرة البرنامج بشهر رمضان المبارك، وببالغ المواساة والحزن، تعازينا لحادث الإرهاب وتعازينا لأسر الشهداء. الحلقة دي أنا حابب أبقى فيها إن أنا ألبي كل رغبات السادة المشاهدين في استضافة واحد من النخبة في تخصص العين. دائما برنامج دار الطبيب بيكون عنده ايمان ان الساده المشاهدين هم العمود الفقري لهذا البرنامج، ولذلك دائما لما بنيجي نختار حد بناء على رغباتكم في التخصصات المختلفه زي تخصص العيون، دائما بنحاول نختار حد يكون من الناس النخبه. ضيفنا الكريم النهارده الاستاذ الدكتور علاء عاطف قيس، استاذ طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه الاسكندريه، واستشاري عيون تصحيح الابصار وجراحه القرنيه، وزميل جامعة إيموري بالولايات المتحدة الأمريكية. دكتور علاء، في كتير من السادة المشاهدين بيسمع كل يوم عن تقنيات جديدة بتظهر في عمليات تصحيح الأبصار، بيبقى عنده توتر شديد وما بيبقاش عارف مين الأنسب له. نسمع على الألترا ليزر، بنسمع على الليزر، بنسمع على تصحيح الأبصار. عايز أعرف من حضرتك إيه تقنيات الليزر المتطورة، الليزر المتطورة الموجودة دلوقتي في عمليات تصحيح الأبصار، وإزاي بيتم استخدامها؟ طيب اسمح لي حضرتك بس يعني ابسط الامور الاول للمشاهد. ان جراحات تصحيح عيوب الابصار هي تنقسم لجزئين. تمام. الجزء الاول هو عن طريق التعامل مع القرنيه اللي هي البنوره او الشباك الامامي للعين، والجزء الثاني هو الجزء الثاني من عمليات التصحيح هي عمليات زرع العدسات. فعاده معظم الناس بنعمل لهم ليزك او تعامل مع القرنيه، لكن في بعض الناس ما بينفعلهمش الليزك وما بينفعش نقرب القرنيه لمشاكل في القرنيه، فبنضطر نلجا للعدسه. تمام. لو بصينا هنا في العين الصناعيه دي نلاقي ان القرنيه هي الجزء الشفاف او الشباك الامامي للعين، والباقي ده اسمه الصلبه او بياضه العين. القرنيه دي لو فتحنا العين كده شويه هنلاقي ان القرنيه وراها القزحيه اللي هي ملونه، وبعدها في العدسه، العدسه بتاعت العين اللي بيجي فيها الميه البيضاء. تمام. فاحنا في الجراحات العيوب الابصار، العيوب الابصار طبعا احنا عارفين هي قصر النظر، طول النظر والاستجماتيزم. تمام. ففي قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم بنحاول نغير شكل القرنيه عن طريق الليزر. الليزر بينزل على القرنيه يغير شكلها. بس ساعات القرنيه دي بتبقى مش مظبوطه، يا اما مثلا تقوسها غير منتظم او سمك القرنيه قليل جدا. ده بيعتبر عيب سمك يعني. مش عيب، هو يعني اختلاف بين الناس وبعض الناس. البشر كتير وفي تباديل وتوافيق كتير جدا في اشكال القرنيه وفي سمك القرنيه. طب ليه دكتور في كتير من الاطباء بيكون عندهم اختلاف مع فعاليه الليزك لاعلى المرات؟ يعني بس اهم السؤال الاولاني اللي هو الليزك، يعني الليزك ده جزء من العمليات اللي بنعملها مع القرنيه. الليزك عموما الدكاتره كانوا الاول قلقانين، يعني احنا نتعامل مع القرنيه ونغير شكلها وده جرح وينتج عنه عتامه وكده، بس الحقيقه الموضوع مع التجارب، احنا بنعمل ليزك من اقل اكثر من 20 سنه، فحصلت مشاكل كتير قدرنا نتغلب عليها. زي لا، في طبعا في مشاكل الليزك، يا اما مشاكل بسيطه او مشاكل اكبر. المشاكل البسيطه الشهيره هي جفاف العين والمؤقت اللي بيحصل بعد العمليه، او الرؤيه الليليه، المريض بيبقى بالليل مش مقصود في النظر بتاعه، او بيلاقي مصادر الاضواء حواليها في اشعه طالعه او هالات ضوئيه. هالات ضوئيه دول بيحصلوا كتير قوي، اللي هي الهالات او الرؤيه الليليه او الجفاف. الحاجات الاكبر هي ان مثلا التصحيح ما يبقاش كامل او زايد، يعني مثلا بصلح ثلاث درجات يتصلح 2.5 بس، او يتصلح 3.5، يعني اقل او اكتر من اللي انا عايزه. دي برضه مش مشكله كبيره، لان بنقدر
نعالجها. بالنسبة للمشاكل الأكبر هو في حاجة اسمها بروز القرنية أو المخروطية. إن بعض الناس لو ما اتخذناش المحاذير والتدابير الكافية قبل العملية ممكن الدكتور يعمل العملية وما خدش باله من العيوب دي وينتج عنها إن القرنية تبقى مخروطية بعد فترة من العملية. طبعا المخروطية بتخلي نظري يقلب تاني بعد ما يحصل انتكاسة ويحتاج برضه مساعدة عشان يرجع يشوف كويس تاني. في بقى مشاكل نادرة في الحدوث اللي هي مثلا ميكروب، المريض يجيله ميكروب في القرنية ودي نادرة جدا جدا لأن الليزر اللي بنستعمله أصلا بيبيد الميكروبات، يعني بيشيل الأنسجة بتاعة القرنية وبيشيل كمان خلايا الميكروبات، فلازم الميكروب ده يكون حصل بعد العملية، يعني بعد العملية المريض ما اتبعش الأسلوب أو الإرشادات اللي الدكتور قاله عليها فبيحصل الميكروب ده. طبعا نادرة جدا، يعني واحد في الألف أو واحد في الألفين اللي بيحصل ميكروب، ولو اتلحق بسرعة برضه بيتعالج. بمناسبة ذكر حضرتك ان شروط الامان تكون موجودة، عايز اعرف الاستعدادات لو حبينا نستغل وجودك معانا نواجه لو شفت رسالة المشاهدين بكل الاستعدادات اللي لازم يتدبروها ما قبل العملية وما بعد العملية بتكون. خلينا في ما قبل الاول. ما قبل العملية هو المريض ما عليهوش حاجات كتير قبل عملية الليزك، هو مجرد لو بيلبس عدسات لاصقة بيقلعها قبل العملية بيومين ثلاثة بالكتير ثلاثة. بيغسل وشه يوم العملية غسيل عادي بالصابون، مفيش مكياج طبعا للسيدات، وبيجي مفيش صيام ولا حاجة، بيجي عادي خالص أكنه هيكشف، ومفيش استعدادات للليزك كتير. بالعكس أنا في بعض الناس بقول لهم تعالوا لي على طول، أنا ما كشفتش حاجة قبل كده، بقول لهم تعالوا لي على المستشفى اللي هشوفه. طبعا في المستشفى بنعمل بقى احنا كدكتور، انا كدكتور بعمل تصرف طبعا للقرنيه طبعا والعين، واشوف الجفاف واشوف قاع العين وضغط العين، لازم نشوف العين كويس قبل ما الدكتور هو اللي يحضر، لكن المريض ما بيكونش عليه حاجه. لا طب ما بعد العمليه يا دكتور؟ ما بعد العمليه في شويه ارشادات واضحه بنقولها للمريض، طبعا كل واحد من المشاهدين عمل ليزك عارف الكلام ده. اول حاجه اول 24 ساعه هي الالبنه، لان احنا في عمليه الليزر بيبقى في حاجه اسمها شريحه سطحيه، وبعدين الليزر بينزل على القرنيه غير شكلها وبعدين بيرجع شريحه تاني، فالشريحه بتلزق في مكانها بدون غرز ولا حاجه، فالشريحه دي المفروض ما يلمسهاش اول 24 ساعه، يعني المريض ممنوع اللمس، فعشان كده بنحط له غطاء بلاستيك او نظاره بلاستيك عشان الوقايه من ايده ما تجيش، بنقول له ايه مش طبيعي ما تقعدش بقى تفتح عينك كده على اساس تعمل عمليه مش عايز يجي جنبها، لا ارمش طبيعي وحط قدراتك طبعا قدرات زي ما بيقول، والميه في الدكاتره بقى بيختلفوا في موضوع الميه ده غسيل الوش والحاجات دي، لكن انا في رايي ان اول 12 ساعه بلاش ميه خالص تيجي على العين، بعد كده الغسيل العادي واحنا مغمضين عينينا نغمض العين ونغسل وشنا ونيجي نمسح بالراحه خالص، يفضل بعد 24 ساعه. في شكوى كتير من المرضى بيخافوا ان انا بعد ما اعمل عمليه الليزك نظري يرجع يضعف تاني، بالاخص الفئه اللي بتكون بتشتكي من قصر النظر. طيب هل نقدر نقول ان عمليه الليزك لايف تايم او هي مره واحده في الحياه بعد كده هيستمر نظري في نتيجه ان انا خدتها ما بعد العمليه، ولا تدريجيا بيقل وبضطر ان انا اعملها تاني؟ لا، الغالبية العظمى من المرضى أو الناس اللي بيعملوا عملية الليزك بيفضلوا محتفظين بنفس قوة الإبصار الكويسة اللي حصلوا عليها بعد العملية مباشرة. قلة بسيطة هم اللي بيحصل لهم تراجع في التصحيح أو التصحيح. تراجع بسيط ما بيرجعش تراجع، يعني الواحد عنده 5 درجات نص النظر مثلا. لو تراجع بيحصل له درجة ونص، ده المعتاد. في ناس قله جدا سواء اكتر من كده. خلينا ننقل لحضرتك مصطلح الميديا كلها بتصدره للساده المشاهدين، بمعنى ان عمليه الليزك هتخلي الانسان يقلع النظاره وهتخلي النظر عنده 6/6 او شرط، لان ما بيكونش فيه تفاصيل، فبالتالي الناس كلها بيبقى عندها صوره مقولبه ان انا نظري بعد عمليه الليزك هيكون شرط او هيكون 6/6. هل الكلام ده صحيح؟ وترد عليك والله اشكرك على السؤال ده، لان سؤال
فعلا ناس كتير بيكون في قلبهم كده وعايزين فعلا يحصلوا على مرض احسن من الضغط. انا حقيقة من يوم ما اشتغلت كنت الاول بشتغل تشريط قرنيه زمان، وممكن بعض المشاهدين يكونوا بيشوفوني دلوقتي من المرضى زمان بتوعي. حتى تشريط القرنيه والليزك وكل العمليات السحريه بالابصار غلط ان احنا نوعد المريض بنظر سوبر او نظر 6 على 6 او كده، لان هي ببساطه عمليه تصحيح عيوب الابصار هي بديل للنظاره. بالظبط، بديل. لو بتشوف بالنظاره 6 على 6 يبقى المفروض تشوف 6 على 6 بالعمليه. طيب هل في ناس بيشوفوا احسن من النظاره؟ في قله من الناس بيشوفوا احسن من النظاره، بس ما اقدرش انا اوعدك بكده. لو حبينا نعمل توصيف للنتائج ما بعد عمليه الليزك، زي ما حضرتك قلت هنوصف ان النفس الصوره او النظر اللي احنا بناخده بالنظاره هناخده من غير نظاره نفس الريزلت سواء كانت هو ده الوعد اللي يعني المناسب للانسان المقدم على عمل عمليه تصحيح نظر، ان ايوه احنا بنسعى في هذه العمليه ان تحصل على نظر النظاره مش اكتر. هل ممكن احصل على اقل من النظاره؟ ده السؤال اللي بعده، يعني الاحتمال ممكن بس بسيط انك تبقى اقل من النظاره شويه. ما بعد العمليه حضرتك سكرتين ان احنا مثلا نحط حاجه بلاستيك على العين عشان ما يجيش جنبها مثلا. طيب في ناس السؤال ده كتير قوي سيدي المشاهدين بيسالوه، ما بعد عمليه مباشره ينفع اتعامل لاجهزه الكمبيوتر والتلفزيون ولا بيكون غلط عليا؟ لا الحقيقه احنا بنعمل العمليه عشان نستعمل عينينا مش عشان نحوشها، يعني لا ده ما ينفعش وده ممنوع مش معقول لازم نستعمل. الحقيقه هو بعد العمليه على طول اول 3 شهور بعد عمليه الليزك تحديدا بيبقى فيه جفاف، العين بتبقى ناشفه شويه وبعدين بتتحسن خلال الثلاث شهور. في ناس بيبقوا ما بيحسوش بالجفاف خالص، وفي ناس بيحسوا بيه شهر وخلاص، وفي ناس بيطولوا لحد 3 شهور ممكن 4 شهور في الاستثناءات يعني. فالواحد لما يجي يقرا كتير وكمبيوتر وموبايل وكده العين بتنشف، ودي من اسباب الجفاف. الناس اللي مش عاملين عمليه كتير قوي الجفاف بيبقى سببه استعمال الشاشات. فبننصح بس بعد الليزك ان انت تستعمل الاشياء دي الموبايل والكمبيوتر بحساب، يعني تستعمله بس ما تقعدش ساعتين ثلاثه. يعني انت بعد العمليه مباشره؟ لا مش بعمله معايا مش من اول يوم يعني. هو اصل اول 4-5 ساعات بعد الليزك يبقى الانسان لسه عنده دموع وحرقان وكده. بعد 5 ساعات انا اقصد يعني بعد مثلا 12 ساعه من العمليه ممكن تستعمل الموبايل عادي مش مشكله. طيب في تدابير مثلا بين تغيير موضوع فرق العين بنتكلم فيه ان ما ينفعش المريض يعمله حتى في اول اسبوع؟ يعني حضرتك مثلا ذكرت ان من بعض الشكاوى في شكوى جفاف العين. طيب هل جفاف العين دي هتستمر معايا لغايه امتى؟ هل هتفضل معايا مده كبيره؟ ولا نقدر نقول بعد العمليه بقد ايه المريض بيرجع لحاله الطبيعيه من غير اي مضاعفات؟ من غير اي شكاوى ولا مضاعفات؟ من غير شكاوى عموما هو يعني اول شهر عموما بيبقى بنقول للمريض تيك كير، خد بالك خد بالك بس، يعني نفس حاجه طبيب تخرج ادخلي المطبخ للسيدات، نظفي البيت، استعملي كمبيوتر، النشاطات. انا دايما احط نفسي مكان الانسان اللي قدامي ده اللي بيعمل ايه، هو هيعمل ايه في حياته في يومه يعني. فبجاوب على كل الحاجات دي طبعا بفصلها حسب بقى سيده رجل صغير كبير بيشتغل ايه حسب شغله برضه، فبطوع الارشادات حسب الانسان اللي قدامي. بس العموم انت بعد شهر تقدر تعمل اللي انت عايزه بقى خلاص، يعني تبعت عينك بس ما تتخبطش في عينك. يعني طبعا الواحد ما بيتخبطش في عينه في فين وفين لما بيتخبط في عينه، بس هي اللي عنده اطفال بالذات اللي هم من 2 ل 5 أو 6 سنين بحذرهم الاطفال دي. الاطفال اللي في السن ده ما مش عندهم وعي ما عندهمش وعي يعني ايه اللي هم بيعملوه، فبيكونوا دايما يضربوا امهم او ابوهم على عينهم صوابعهم رفيعه يكون داخل على العين على طول حركة شح ممكن تفتح الجرح بتاع الليزك كذا مره حصل. لا انا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك. اعزائي المشاهدين والمستمعين في اللقاء الممتع مع الدكتور علاء قاضي قيس، فاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني في لقائنا الممتع مع الدكتور علاء قاضي.
مساء الخير دكتور. اهلا دكتور، في الفقره دي انا عايز اتكلم عن الكراميه والسبوت لايت. في البدايه عايز اعرف من حضرتك يعني ايه كراميه وازاي بيكون تكوينها؟ حلو. بص انا جايب لكم التصميم ده بتاع العين وتركيبه العين. هو ده كره العين نفسها. الكراميه بتكون الشباك الامامي للعين، الشباك يعني الجزء الشفاف اللي في مقدمه العين. زي ما انتم شايفين القرنيه مستديره ومقوسه محدبه، فهي بتعمل كعمل عدسه. هي عدسه بتجمع الضوء، الضوء اللي داخل العين بيعدي في القرنيه يتجمع على الشبكيه. الشبكيه اللي هي لونها برتقاني هنا في الصوره، بتدخل الاشعه من القرنيه تدخل على الشبكيه تتكون الصوره. طبعا بعد القرنيه في العدسه بتاعه العين، انا وريته يمكن في الجزء الاول للحلقه الموضوع العدسه ده. طيب القرنيه نفسها ناخدها بقى لوحدها كده. القرنيه لها سطح امامي وسطح خلفي، سطح خلفي مقعر وسطح امامي محدد. الحقيقه نقدر نقول القرنيه بتتكون من ثلاث طبقات اساسيه: الخلايا الاماميه، الخلايا الخلفية، والنسيج القرنية اللي هو بين نوعين الخلايا. القرنية زي ما انتم شايفين شفافة. ازاي شفافة؟ سبحان الله هي معمولة شفافة لأن ما فيهاش، بسبب أربع أسباب. في أربع أسباب بتبقى شفافة. طبعا أكني بدي محاضرة معلش يعني، بس بحاول الكلام يبقى بسيط عشان المشاهد العادي. اول حاجه هي عدم وجود اوعيه دمويه. القرنيه من اجزاء الجسم القليله اللي ما فيهاش اوعيه دمويه خالص. الاوعيه الدمويه كلها على الحرف بس، لكن كل النسيج ده ما فيهوش اوعيه دمويه. وبالتالي والحاجه الثانيه الشعيب، الاعصاب بتاعه العين، الاعصاب القرنيه شفافه جدا، ما فيهاش الغشاء الدهني اللي موجود حوالين اي شعيرات عصبيه. فالاعصاب ما بتدانش قرار. ثالث حاجه النسيج والخلايا بتاعت القرنيه متنظمه بطريقه منتظمه جدا، بين الخلايا مترتبه فوق بعضها بطريقه بحيث الضوء وهو داخل ما يحصلوش تشتت، ما ينحرفش، ويتاثر بشكل القرنيه لكن ما يتاثرش بالنسيج او خلايا القرنيه نفسها. رابع حاجة بقى، ودي حاجة مهمة جدا، الخلايا المبطنة للقرنية. الخلايا المبطنة في ظهر القرنية دي، الخلايا دي عندها قدرة إنها تطرد أي مية تدخل القرنية من جوه العين، تطرد المية دي تاني جوه العين تاني. فالقرنية تفضل في حالة جفاف نسبي طول الوقت. فالخلايا دورة الخلايا الخلفية دي هنيجي الكلام هنتكلم عليها كمان تاني، بس أرجو إن المشاهد يقدر فاكر موضوع الخلايا المبطنة. أنا عايز أفهم برضه من حضرتك حاجة مهمة جدا. في أوقات بناخد قرار وقت البعض بتبعية القرنية بشكل كلي أو جزئي. عايز أعرف من حضرتك يا دكتور، أنت بتاخد القرار ده إن ما ينفعش مع المريض غير تبعية القرنية سواء كان جزئي أو كلي. طيب انا برضو هجاوب على سؤال حضرتك، بس هرجع لورا شويه يعني هرجع لورا، لان لازم الانسان يفهم اول ترقيع يعني ايه. احنا ترقيع، كلمه ترقيع يعني رقعه، يعني مش بالكامل، يعني هنشيل جزء رقعه، يعني جزء من القرنيه. احنا مش بنشيل القرنيه كلها ونحط قرنيه ثانيه، احنا بنشيل المنطقه المركزيه من القرنيه زي زرار كده بنشيله، او جزء دائري مستطيل، ونسيب اطراف القرنيه في مكانها. فده اسمه ترقيع القرنيه، او بمعنى اخر زرع القرنيه. الناس لازم تتسال السؤال ده كتير، ايه الفرق بين زرع وترقيع؟ هم حاجه واحده، حاجه واحده، وهي جزء من القرنيه. فده يدعونا برضه لسؤال حضرتك، هو يعني ايه جزئي؟ يعني ايه كلي؟ جزئي وكلي ده مش في اللي انا قلته ده. جزء كلي في الطبقات اللي بتتشال من القرنيه، يعني زي ما قلت لكم القرنيه فيها طبقات، ثلاث طبقات تقريبا اساسيين امامي، خلايا اماميه وخلايا خلفيه، وبينهم انسجه القرنيه نفسها. ف
فالجزئي احنا بنشيل طبقه من القرنيه، ممكن نقول عليه طبقي احسن من جزئي، لكن الكلي احنا بنشيل سمك القرنيه كله، بنشيل سمك القرنيه، بنشيل القرص ده اللي بنشيله من القرنيه، بس القرص ده سمكه تخنه الخلايا كلها، كل طبقات القرنيه ليرز كلها، ليرز كلها او الطبقات كلها، لكن الجزئي او الطبقي اللي هو بنشيل اما الطبقات الاماميه من القرنيه اما بنشيل الطبقات الخلفيه. نرجع بقى نقول تاني، هو احنا امتى نستعمل الكلي اللي هو كل طبقات او جزئي امامي وجزئي خلفي؟ هم دول الثلاث انواع لتربيع القرنيه في العالم كله. انت تستنى انك تستنى. ايوه انت تيجي او انت. احنا التركيع الجزئي الامامي او الطبقي الامامي بنستعمله كتير جدا في الناس اللي عندهم قرنيه مخروطيه او اللي عندهم عتامه في القرنيه سحابه، بس سحابه الاميه مش اخده كل الطبقات، مش واصله لورا، فانا اشيل ليه لورا، لورا سليم. في المخروطيه الخلايا اصلا معظم اللي بيعملوا تركيع قرنيه مخروطيه بيبقوا شباب، بيبقوا يعني عشرينات ثلاثينات، فالخلايا المبطنه للقرنيه بتاعتهم سليمه ما فيهاش حاجه. هو المشكله بس ان شكل القرنيه فيه قمع كده او مخروط او بروز، فاحنا بنقوم شايلين الطبقات الاماميه للقرنيه ونحطين زيها بالظبط، ونجيب روحه من بنك العيون ونشيل الطبقه الخلفيه ونحط الطبقات الاماميه كلها على طول خياطه. فأنا العملية الثانية اللي هي الجزء الخلفي ده بنعمله في الناس اللي الجزء الخلفي بتاعهم باظ، الجزء مش شغال، الخلايا المبطنة دي مش شغالة. أنا قلت لكم الخلايا دي مهمة جدا. ده بيحصل إمتى؟ هقول لحضرتك الخلايا المبطنة دي بتبوظ إمتى؟ بتبوظ في ناس اللي عاملين مية بيضاء، عملية مية بيضاء. مش كل الناس طبعا، لا بعض الناس بيحصل لهم مشكله في القرنيه اثناء العمليه، الخلايا دي تبقى تتعب او تضعف جدا، فالقرنيه تغيب، يحصل غيان في القرنيه لان الميه هتدخل القرنيه، فالقرنيه تفقد طريقها وشفافيتها وما يشوفش. فيبقى في ناس كتير بيحصل لهم كده، طبعا مش كتير بالمقارنه بالعدد اللي بيعمل ميه جدا، ناس كتير جدا جدا كل يوم بيعملوا ميه. في نسبه ضئيله بيحصل لهم الخلايا دي بطنها تضعف فالقرنيه تتملي ميه، فالمريض ما يشوفش، ما يشوفش حاجه. فبنقوم شايلين الخلايا البايظه بتاعته المبطنه وحاطين له الخلايا دي، بس يرجع يعيش القرنيه تصفى تاني على طول وترجع الرؤيه. دي من احدث يعني انواع تربيع القرنيه في العالم، وكان الناس ما بيحبوش الدكاتره يعني ما بيحبوش يعملوها لانها صعبه مش سهله قوي، لكن الحمد لله يعني كتير من الدكاتره في مصر والكل بقى احسن. الكل اللي هي كل الطبقات، كل الطبقات بنعملها في الناس اللي عندهم عتامه شديده في القرنيه، اخذ كل الطبقات دي بقى مش هينفع امامي وخلفي، لازم كل الطبقات تتشال لان السحابه شديده. وفي الناس اللي عندهم قرح في القرنيه، قرح صديديه وميكروبيه شديده ما بيخفوش باي علاج، فبنعمل لهم برضه التربيع الكلي اللي هو اخذ كل طبقات. دكتور علاء خليني اقول لحضرتك على دراسات بتؤكد ان من الاسباب الرئيسيه او الماجوريتي من المجتمع اللي بيكون عنده مشاكل في القرنيه من السيدات بيكون بسبب استخدام العدسات اللاصقه او ما يعرف بالانسس. استخدام العدسات اللاصقه الملونه وبالاخص ان دلوقتي حضرتك عارف ان في عدسات لاصقه مش لازم تكون عند طبيب او عند مركز متخصص في الموضوع، الموضوع بيندرج بيوصل لمجرد انه بيبقى فيك مثلا توفيرات او بيكون مثلا محلات مخصصه للعدسات اللاصقه وبتبتدي تستخدمها. ان دي بتعتبر من الاسباب الرئيسيه للاضرار بالقرنيه. عايز اعرف من حضرتك اضرار العدسات دي بتكون على القرنيه ايه؟ وازاي نقدر نتجنبها؟ وهل في استخدام امن للعدسات اللاصقه؟ طبعا اشكرك على السؤال ده، لان احنا كاطباء ودكاتره عيون الحقيقه بنعاني بشده بسبب موضوع العدسات اللاصقه وسوء استعمال العدسات اللاصقه. الحقيقه العدسات اللاصقه نفسها بريئه، يعني هي نفسها ما فيش منها مشكله لو الانسان استعملها صح. لكن لو اساء استعمالها بتعمل مشاكل في منتهى السوء للقرنيه. زي بتعمل قرحه للقرنيه، قرحه ممكن تكون بكتيريه فطريه واميبا، في حاجه اسمها اميبا بتصيب
الناس اللي عندهم بيقيسوا العدسات بطريقه خاطئه. ممكن بتعمل حساسيه، حساسيه والتهاب في القرنيه، ممكن تعمل يعني ارتشاح في القرنيه، ممكن بتعمل حاجات كتير لو المريض ما نظفهاش كويس، ما نظفش العدسات، ما غيرهاش كل فتره. يعني المريض لازم الانسان لازم يغير العدسه، ما يقدرش يغيرها سنه او سنتين، لازم تتغير كل شهرين ثلاثه. وفي نفس الوقت لو اشتراها من اماكن مجهوله المصدر، يعني او اجرها دلوقتي تصور حضرتك بيأجروا العدسات اللي هي ملونه يروح بيها افراح. فطبعا البنت تروح عشان تلاقي عريس ولا حاجه، وبعدين ترجع بمصيبه، ترجع بقرحه، والقرحه لو خفت بتنتهي بعتانه في القرنيه ومش شايفه، ولازم تعمل عمليه تلويع قرنيه. فهي دي اللفه اللي ارجو الناس يعني يشتروا العدسات من الدكاتره او من مراكز العدسات المعتمده، يشتروا ينظفوا العدسات اول باول، ما يناموش بالعدسات، ممنوع النوم بالعدسات، خلاص انتهى العبث ده، ويجددوها كل فتره. لو عملوا كده لو عملوا كده مش هيحصل، العدسات مش هتعمل حاجه. انا اختي ربنا يمسيها بالخير يعني لبست عدسات 15 سنه، 15 سنه لف عدسات، وبعدين كده عملت ليزر. طيب دكتور علاء، خليني برضه اتكلم مع حضرتك عن موضوع هام ومعروف جدا في الدول الاوروبيه، بس عندنا في مصر الموضوع لسه ثقافته ما نقدرش نقول انها في الطول بتاعها، لسه في مراحل البدايه بتاعته. ثقافه التورم، بنك العين. عايز اعرف حضرتك ازاي نقدر نعدي الازمه دي، وازاي نقدر نفهم الساده المشاهدين طبعا كل موجودين على مستوى الجمهوريه، ازاي يقدروا يفهموا ثقافه التبرع او حته ان انا بساعد ايه؟ والله الموضوع ده مشكلة مزمنة عندنا، موضوع بنك العيون أو بنك القرنية. يعني ابتدى في مصر لو حضرتك تصدق يعني سنة 62، 1962 صدر أول قانون لتنظيم بنوك العيون في مصر. وبعدين اشتغلت البنوك، في بنك في القصر العيني وما زال موجود، بنك في جامعة عين شمس، بنك في جامعة طنطا. اسكندريه ما عندناش الحقيقه لسه البنك، وحاولت الحقيقه على مر ال 20 سنه اللي فاتوا محاولات مضنيه ان انا اعمل بنك عيون، باستشراف مع زملائي طبعا في قسم عيون بجامعه اسكندريه، حاولنا والحقيقه نجحنا. ان كان معانا في وقت من الاوقات الدكتور اسامه ابراهيم رئيس جامعه اسكندريه، يعني ساعدنا في يعني موافقه على انشاء بنك عيون، واخدنا الموافقه ومشينا في الاجراءات. بس المشكله بقى هي اللي حضرتك قلت عليها، لما بنيجي ناخد القرنيه من الانسان اللي لسه متوفي، معظم المصريين الغالبيه، انا بتمنى ان يكون في جزء مش زي الغالبيه، يعني ان هو يوافق على تبرع بالقرنيه. احنا بناخد القرنيه دي بنحيي حياه انسان تاني، انسان حياته وقفت مش شايف اعمى، بنديله القرنيه دي حياته بتبتدي من جديد، بتبتدي من جديد. يعني الراجل اللي مش شايف ده قاعد في البيت مش بيشتغل، منهار، مفيش فلوس، بيبتدي. انا عندي قصص كتير جدا، وانا وغيري من اطباء العيون يعني اللي هو الجراحين القرنيه، بتفرق 180 درجه. فلو الانسان بس يعرف، يعني يعرف ان القرنيه احنا مش هنشوه، يعني الناس بتفتكر ان احنا هنشوه المتوفى، ما بيشوهش خالص، احنا بناخد القرنيه بس وبنحط مكانها جزء بلاستيك شبه القرنيه بالظبط. طيب لو هو هيبقى بعد شهر ولا حاجه هيبقى مات، هيبقى تراب. فليه ما تبقاش صدقه جاريه؟ يعني احنا بناخدها من كذا زاويه، بس الحته الدينيه في الموضوع شائكه شويه، يعني شائكه لان في اختلاف في الراي في الموضوع، مع ان كل الفتاوى اللي احنا خدناها قبل كده من شيخ الازهر او الامام الاكبر او كل مفتي جمهوريه، كل خلى موافقات من كل الناس الدينيه ما فيهاش مشكله، وحتى في الدين المسيحي برضه ما فيش مشكله خالص، بس الثقافه. دكتور علاء، احنا كنا مستمتعين جدا في اللقاء مع حضرتك. اعزائي المشاهدين والمستمعين في لقائنا مع الدكتور علاء عاطف رئيس فاصل وانا واصل. اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني في لقائنا الممتع مع الدكتور علاء عاطف رئيس. مساء الخير دكتور علاء. اهلا اهلا، مساء الخير. دكتور علاء، في الفقره دي عايز اتكلم مع حضرتك عن شكوى كتير جدا من الناس بيعانوا منها، جفاف العين، لدرجه ان الموضوع وصل ان نقدر نقول بنسبه 80% بيكون عنده جفاف عين،
وكان لسه كمان ما يعرفش غير لما بيكون عند الدكتور او يبتدي يظهر عنده مراحل متاخره من الجفاف الفقري. في البدايه عايز اعرف من حضرتك بالتفصيل يعني ايه جفاف؟ والله جفاف العين ببساطه هو ان كميه الدموع اللي مغطيه سطح العين قليله مش مكفيه الوعي. ده يقودنا للتفكير هو ايه الدموع دي اصلا ايه موضوعها؟ يعني احنا عندنا نوعين من الدموع، في الدموع العاديه وفي الدموع اللي هي رد فعل. رد فعل اقصد بيه العياط، الدموع تنزل غزيره على الخدود وكده، دي بتكون يا اما من انفعالات او من حاجه بتصيب العين او بتثير العين فتخلي الدموع كتير. مصدر الدموع رد الفعل دي بتكون من الغدة الدمعية الكبرى أو الأساسية، عندنا غدة تحت العظم هنا غدة كبيرة زي فص الليمون، أول ما نزعل أو حاجة تضايق عينينا الليمونة دي تتعصر فبص تلاقي المية نازلة، دي دموع رد فعل. الدموع الأساسية اللي احنا أنا وحضرتك قاعدين دلوقتي كل الوقت بنرمش كده بنرمش، الرمشة دي بتفرد طبق الدموع أساسية على سطح ما نقدرش نفتح كده، لازم نرمش عشان ما يلهمش كتير. فالدموع الاساسيه دي بتفرز بغدد صغيره موجوده على سطح العين في الملتحم او الغشاء اللي بيغطي العين. فالدموع دي بتقل، ما بتقل المريض يبتدي يشتكي بجفاف العين، يشتكي بايه؟ يشتكي من عنده احمرار في العين، عنده احساس بالقسوه في عينه، اضطراب في عينه، عنده حكه عايز يهرش في عينه، أو إن عينه مش قادر يفتحها، يعني بيضيق كده يستريح أو يغمض يستريح، ده معناها إن هو عينه كسر. طيب لما بيجي لحضرتك حد بيشتكي من جفاف العين، الخطوات اللي بتتبعها معاه بتكون إيه؟ طبعًا الأول إحنا بنشوف التاريخ المرضي بتاع الإنسان، يعني هل هو بيشتغل إيه؟ وفين؟ بيستعمل كمبيوتر ولا لا؟ موبايل كتير ولا لا؟ بياخد ادويه؟ الاسباب بدور على الاسباب كلها اللي ممكن تكون عامله له الجفاف ده. لان في ادويه بتتبلع مثلا ادويه الحساسيه بتاعت البرد بتنشف الريق وبتنشف العين برضه. ادويه النفسيه بتنشف العين برضه. ادويه كتير بتنشف العين. ممكن برضه لو هو يشتغل في بنك مثلا وبيقعد 12 ساعة ولا 10 ساعات يشتغل الكمبيوتر برضه ده بيسبب جفاف العين. التكييف برضه دوران الهواء في الأوضة بيطير يبخر دموع أكتر من العادي برضه يعمل جفاف. طب أكبر سبب رئيسي إيه يا دكتور؟ يعني مثلا إحنا في دراسة معانا بتقول إن 95% من مستخدمين العدسات اللاصقة الغير آمنة أو الغير طبية بيتسبب جفاف عالي جدا في العين. نقدر نقول إن استخدام العدسات اللاصقة أو اللانسز بيتسبب جفاف العين بنسبة زي دي؟ هو ده صحيح، استعمال العدسات اللاصقة اللينة لمدة كذا سنة يعني مش شهرين ثلاثة سنين يعني بيحصل جفاف العين، لأن القرنية وجود العدسة عليها مدة طويلة بيقلل من حساسية القرنية، القرنية ما بتبقاش بتحس أبدا، فبالتالي رد فعل الدموع تفرز بتقل، يعني الدموع دي دايما حتى الدموع الأساسية اللي لسه قايل عليها برضه بتبقى بتتفرز بدورة، يعني أنت لما تفتح عينك كده فضلت مفتح عينك تقرصك، القرصة دي تخلي الدموع تزيد. لو ما حسيتش بالقرصه دي مفيش دموع هتطلع، فالعدسه اللاصقه بتقلل احساس العين والقرنيه، فبالتالي مع الوقت فعلا بيبقى فيه جفاف، وده سبب رئيسي لان الناس تتضايق من العدسات بعد كام سنه ويطلبوا يعملوا تصحيح نظري. فلازم اللي يجي يعمل تصحيح نظري يتاكد ان ما عندوش جفاف عين جفاف، والا الجفاف هيزيد كمان. لسه قايلينكم ان الليزك نفسه يزود الجفاف. أنا كنت عايز أعرف لو قدرنا إن إحنا نصنف الجفاف في العين لثلاث مستويات. المستوى الأعلى من الجفاف في العين ممكن يوصل لحد التدخل الجراحي؟ والله أنا مش يعني الحاجات الطبية العميقة دي أنا مش عايز أدخل فيها قوي، بس هي بنعمل
الحقيقة مش بنعمل عملية تزود الدموع احنا ما عندناش كده يعني. حاولنا زمان او ناس يعني الدكاترة خارج حاولوا يزرعوا القناة اللعابية الغدة اللعابية مثلا دي وصلوها للعين بحيث بالذات في غدة هنا مش فاكر اسمها عربي كاروتيد جلاند بيجيبوا الضغط بتاعتها او القناة بيحطوها في العين. حاجة صعبة جدا لو المريض ياكل الجزء اللي قلبه بيدمع يعني كانت مشكلة يعني. فاحنا العمليات اللي احنا بنعملها الناس اللي عندهم جفاف شديد احنا بنعمل حاجة اسمها تضييق فتحة العين يعني بنخيط الدخول مع بعض كده من الخارج عشان نقلل المساحة اللي متعرضة للهواء. بنعملها طبعا بصورة مؤقتة لحد ما نعالج المشكلة أو سبب الجفاف وبعدين نفتح الجفاف تاني. عندي حاجه الناس اللي بيسمعوا حاجه كده يغضوا انا مش عايز اخد الناس بس هي بنعملها لان احنا بنبقى في حرب. الجفاف الشديد ده هيبوظ القرنيه وما القرنيه ما يشوفش. فلازم نعمل في عمليات ثانيه. في حاجه برضه في الجفاف بحب برضه الفت نظر المشاهد فيها وحضرتك ان احنا بنحط حاجه اسمها سداده قناه دمويه. حاجة صغيرة جدا جدا بتركب فتحة الجفن اللي هنا في الجفن في الناحية الألفية في فتحة صغيرة تحت وفي فتحة صغيرة فوق. الفتحة دي بتصب الدموع من سطح العين بتدخلها في الأنف في تجويف الأنف قناة دمعية اسمها قناة دمعية هنا. فحتى احنا بنحط قطرة نحس بيها في زورنا لأنها بتعدي من الفتحة دي للقناة الدمعية للأنف للزور. أو ساعات لما نعيط جامد مناخيرنا تسيل لان الدموع بتنزل في الانف. فاحنا بنحط بقى في الناس اللي عندهم جفاف بنحط لهم سداده مؤقته في الفتحه عشان تقلل من جفاف العين عشان تحتفظ العين بدموعها ما تنزلش في القناه دي. بس الغريب حضرتك ادم بتلاقي الناس اول ما تقول قناه سداده القناه دمعيه لا 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 اديني قطره دكتور. طب يا جماعه دي حاجه تافهه ما فيهاش اي مضاعفات خالص وبتريح ناس كتير. طب نقدر نقول سلوك القناه الدمعيه من الغرفه دلوقتي تدي على الجفاف ولا هو حل مؤقت لغايه الوصول للسبب الرئيسي للجفاف؟ لا ما زي ما انت شايف حضرتك احنا دلوقتي لما بنعالج الجفاف لازم ناخدها بحكمه شويه. هو ايه السبب وايه الاسباب في المريض ده؟ لو احنا جفاف بسيط يعني بندور هل هو ادويه بتتاخد يبلعها يعني او ستايل الحياه اسلوب حياه مش مظبوط بيشتغل كتير قوي على الكمبيوتر او بيقعد في الهواء في الشمس كتير. وفي واحد مهندس في الصحراء ده لازم هيجيله من كتر الشمس والحراره اللي هو قاعد فيه. فده نعالج الظروف الحياتيه ونساعده بقطرات برضه وادويه طبيه تساعده تحسن الحاله. اه بندي عاده مرطبات في العين وانواعها كتير جدا واشكالها كتير. المستوى الاعلى بقى المتوسط ده بنجرب معاه بقى السداده القناه الدمعيه في قطرات تركيبات معينه بتدي اداء كويس. اما بقى الجفاف الشديد قوي ده زي ما قلت لحضرتك يا اما نعالج السبب الروماتويد او المرض اللي في الجسم اللي عامل كده او بنعمل بقى العمليات البسيطه اللي هي زي ضغط الجفاف المشكوك. دكتور علاء انا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك. الفقره الجايه 8 ساعات صدرت معايا فقره السوشيال ميديا الساده المشاهدين كلهم منتظرينها هنجاوب على كل استفساراتك اللي وصلت لنا انتظروا. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني في لقائنا الممتع مع الاستاذ الدكتور علاء عاطف ميس. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. دكتور علاء في الفقره دي فقره السوشيال ميديا في بعض الحالات اللي جات لنا واتمنى ساعه صدر حضرتك لنا ونجاوب على كل استفساراتك. تمام. الحاله الاولى معانا جورج نبيل. مساء الخير على حضراتكم. هل رؤيه نقاط سوداء وخطوط متعرجه امام النظر يدل على وجود عيب او مرض في العين ولا ده طبيعي؟ شكرا جزيلا. نقاط سوداء وتعرج يعني شفتين. طيب هو عموما زي ما هو لسه قايل لكم انا يعني اي دكتور لما يجي يشخص ما ينفعش يقول رايي على طول كده بين كلمتين لان القصه ممكن تبقى كبيره وممكن يبقى في اسباب ثانيه. فانا هجاوب حضرتك استاذ جورج يعني قد ما اقدر في الحدود مش هقدر احدد قوي رينج للمشكله. النقطة السوداء دي غالبية الناس بيبقى سببها وجود عدمات صغيرة في الجسم الزجاجي أو السائل الشفاف اللي بيندلع.
النقط السوداء دي بتبقى مش مرضيه، بتبقاش مرض، هي بتبقى تغيير في الشكل، زي مثلا ما يطلع تعرجات في الجلد او نقطه حسنه تطلع في الجلد، ده برضو الجسم الزجاجي بيظهر فيه عتامه، تغير للشكل بتاعه مش مرض. بس في بعض، في نسبه صغيره من الناس لو النقط السوداء دي لسه حاصله قريب، المفروض حضرتك تكشف على قاع العين، تكشف على قاع العين وتتاكد ان مفيش سبب تاني غير اللي انا قلته، ان في اسباب تانيه للنقط السوداء، مثلا يكون في التهاب بسيط في الجسم الزجاجي ده، او في نقطه دم صغيره، او في انفصال في الجسم الزجاجي ده، كش صغر، او لا قدر الله في قطع في الشبكه، فلازم اللي يظهر عنده نقط سوداء يروح يكشف الاول. لكن لو حضرتك ما كشفتش من زمان وعندك النقط دي من زمان، خلاص ما تقلقش، ما هي موجوده من زمان، لان وجودها لمده طويله بدون تطور وبدون يعني ان ما تدخل المساله مشكله ثانيه، يبقى انت ما عندكش غير اللي انا قلته في الاول اللي بيحصل في 99% هي السباقه الطائره. التعرض بقى ده، التعرض ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني غير النقط. التعرض ده لازم نتاكد ان الشبكيه برده كويسه. لو في ارتشاح بسيط في الشبكيه، مثلا عندك سكر او عندك كبير في السن بدرجه يعني مثلا فوق 70 او 80، ممكن يحصل في مركز الشبكيه ممكن يحصل ارتشاح، فيخلي مثلا حز الباب او عمود نور تلاقيه فيه عوجه كده شويه، يبقى ده لازم كشف. الحاله اللي بعديها منى اكرم، بعد اذنكم كنت حابه اعرف هل ينفع اني اعمل ليزر سطحي بي ار كي لتصفيح النظر بعد ما وصل سن ال 18 سنه بأسبوعين، ولا استنى شويه؟ ميرسي جدا. لذيذ السؤال ده. هو بصي منى انت ممكن تعملي طبعا بي ار كي او ليزر او اي عمليه تصحيح نظر بعد ما يوصل سن حضرتك 18، بشرط ان مقاس النضاره بتاعك يكون ثابت بقاله سنه، يعني وانت 17 كان نفس مقاس النضاره بتاعك. تعملي بقى بي ار كي ولا تعملي ليزر انت حر. او الدكتور غلط بيقول لك. الحالة اللي بعديها علياء صبحي، السلام عليكم، قبل شهر شعرت بحركة وصوت أبيض في العين ورحت للدكتور وقال لي عندي الجفاف واداني قطرة هايلو كومونت. في البداية شعرت بتحسن كبير، لكن الآن نفس المشكلة، احمرار وتعب في العين وضوء، مع العلم إني عملت بي آر كي قبل شهور وعندي حساسية بالأنف، تنصحني؟ بي ار كي من شهور، عدة شهور. في البداية في الف. طيب هقول لحضرتك تاني. بس كذا حاجة. هي قبل شهر كان عندها حرقة في العين. تمام؟ حرقان يعني. حرقان. وكان في ضوء أبيض في العين. راحت للدكتور وقال لها إن عندي جفاف في العين. عندها قطرة اسمها هايلو كومونت. في البداية شعرت بتحسن كبير. لكن دلوقتي للأسف نفس المشكلة، عندها احترار في العين وتعب في العين وضوء، مع العلم انها عملت بي ار كي قبل شهور وعندها حساسيه بالانف. طب هو مشكلتك يا علياء حاجتين، يا اما الجفاف موجود برضه تاني رجع لك تاني، يا اما عندك يعني زي عتمه خفيفه قوي قوي في القرنيه بتحصل للناس اللي عاملين بي ار كي بعد كام شهر. بتحصل ان يحصل نوع من العتامه، بس كلمه عتامه كبيره، هي زي خيال كده يديك الضوء اللي حضرتك بتقول يعني. فانت ارجعي تاني لقطره الدموع اللي الدكتور كتبها لك في الاول، ارجعي خديها تاني، دي مثلا اربع خمس مرات في الاول. ولو ما تحسنتيش يبقى لازم تروحي للدكتور عشان يتاكد ان ما عندكيش بقى حساسيه تبع الانف، بس حاجه بتيجي في العين او تمتد للعين، فتاكدي ان ما فيش حساسيه. ممكن تيجي قطره ثانيه للحساسيه مع قطره الدموع، ويتاكد ان ما فيش عتامه في القرنيه، لانها ممكن برضه لو حصلت تتعالج. دكتور علاء، إجا كلية حلقة النهارده من برنامج دار الطبيب. أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك. أنا أسعد. أعزائي المشاهدين، دي كانت نهاية حلقة النهارده من برنامج دار الطبيب الموسم الخامس على قناة الصحة والجمال. انتظرونا كل يوم أربع ساعة واحدة ظهرا في حلقات أكتر ومفاجآت أكتر من برنامج دار الطبيب طبيبة عندنا.